تخيلي إنك توعي على الدنيا وانت عم تتعاقبي على ذنب ما بتعرفي. والمشكلة صدقت إني بستاهل اتعاقب كل يوم وكل ليلة. لوم حالي وصلي وعد أخطاء على شي عملته وشي ما عملته. أخذ ماما ومرته وأنا حاسة إنه لازم أعمل أكثر من هيك لكفر عن غلطي. بتعرفي شو هو غلطي؟ إني مثل أمي. هيك كان يقول أنا العيب والحرام ولازم يضل مغبي عن العالم. بالعكس كتر خيره إنه زدرني أنا بنت العايبة. صرت بدل ما أبكي على أمي وأشتقلها كرهتها، كرهتها لأنه ما وردتني فستان وكندرة، وردتني عقاب، خوف، حبس. أبعد مكان كنت أقدر أوصل له هو الأسطوح. حتى الأسطوح كان معلي صورة. تعرفي أحلى يوم؟ يوم الغسيل، مشان أطلع على السطح أنشر الغسيلات بسرعة، أقلب السطل ووقف عليه، أقعد أتفرج على الأولاد وبنات عم يرقدوا ويلعبوا بالحارة بدل ما يخدموا ببيوت أهليهم. مانن عيب ولا حرام. وكبرت أكتر وما عاد حفة الأسطوحة تغطيني. حسيت إنه بدي طير شوي. صرت شوف إنه في عيون بتضحك لبعضها، في عيون ضحكت لي بعمره ما حدا ضحك لي. صار وشي أحمر مثل الدم. خفت كتير وحسيت حالي عاملة ذنب كتير كبير. ضليت كل الليل عم صلي بس لحتى الله يسامحني. بس لقيت حالي تاني يوم عم أضحك له أنا كمان وحبيته. وبنفس الوقت طقيت من عيشة هداك البيت، طقيت من عيشة القتل والأوامر كل الوقت، طقيت من خدمته هو ومرته، طقيت من إنه كل ما يشوفني بيضربني على راسي هيك من أنا وصغيرة كأنه عم يدق على الحيط. ليه كربت مع وليد؟ قلت أنا هيك هيك دافع سلف كل شي غلط رح أعمله. صح جد سنة متخبية مع وليد وماني عم أطلع أبدا، بس ما همني، بس كان بدي معي حدا يحبني. وبعدين مات.